إلى ذلك أكد الجيش الروسي أنه تقدم خلال 3 أيام مسافة 3 كيلومترات باتجاه كوبيانسك شمال شرق أوكرانيا، وهي المنطقة التي حررتها القوات الأوكرانية في سبتمبر الماضي. وقالت وزارة الدفاع الروسية في حاططها اليومية أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية تقدم الجنود الروس في هذا الاتجاه بعمق أكثر من 3 كيلومترات في شريط على الجبهة بطول 11 كيلومترا. وبحسب الوزارة فإن هذه المنطقة واقعة شمال شرق كوبيانسك.